نبدأ رسالتنا الجديدة أو الرسالة الثانية بتاعة تيموساوس اللي هي ثالث رسالة رعوية. احنا قلنا إن المجموعة الرابعة بتاعة بولس من الرسائل هم ثلاث رسائل نسميهم رسائل رعوية لتيتوس وتيموساوس. شفنا تيموساوس الأولى وتيتوس، النهاردة بنتكلم على تيموساوس الثانية والأهمية. الرسالة دي بتكمن في إن هي آخر شيء كتبه بولس، فتعتبر كأنها الوصية الختامية لبولس قبل ما يستشهد وتنتهي حياته تقريبا سنة حوالي 67-68 ميلادي. فتحس في الرسالة دي إنه يعني بيحط كل قلبه وكل عواطفه وكل تركيزه إنه يشجع ابنه تيموساوس ويحطه في المكان بتاع القيادة، وكأنه بيوصيه وصيته الأخيرة قبل ما ينتقل من هذا العالم. تقريبا بيعود تاريخ كتابتها إلى سنة 67 ميلادية تقريبا. بنشوف فيها جانب شخصي وحب بولس تيموساوس، وبنشوف إنه كان بيطلب منه في النهاية إنه يا ريت تلحق تجي لي في السجن وتجيب لي الرقوق والرداء بتاعي اللي نسيته في ترواس. وده وهندرسها، هنشوف الحتة دي مع بعض وإحنا بنتأمل وبندرس في الرسالة دي. طبعا ده كان السجن الثاني اللي كان منتظر فيه حكم الإعدام قطعا بقطع رأسه. فده مش السجن الأول اللي كتبت منه الأربع رسائل فيليبي وأفسس وفيليمون وكلوسي، لكن ده السجن الأخير اللي كان آخر محطة في حياة بولس قبل ما يستشهد. الهدف من الرسالة أو البنيان، الهدف من الرسالة طبعا هو أنه بيشجع تيموساوس علشان يتمم خدمته في أفسس، وهناك كان بولس سابه علشان يكون وبيرعى هذه المنطقة وبيرتب الكنائس في هذه المنطقة. المواضيع الرئيسية في الرسالة أو الفوكس بتاع الرسالة ده بيتكلم عن الحاجة للأمانة. الله يريد أشخاص أمناء في الخدمة وفي الحياة وفي تنفيذ عمله. الخادم الأمين اللي عارف إزاي يبقى واقف صح، عارف إزاي يكون مركز في خدمته رغم أي تحديات، رغم أي صعاب، رغم أي ظروف بتقابله أو بتواجهه. بنشوف مع بعض الترم اللي احنا استخدمناه في الرسالتين اللي فاتوا. دي رسالة الثالثة، المدلول اللاهوتي للرسالة. بيركز بولس هنا على انه يعمل هايلايت على بعض نقط الهامة جدا اللي بنقول عليها مدلول لاهوتي او شيء له اهميته في الفهم اللاهوتي وفي العقيدة. واحد بيأكد على الميراث اللاهوتي اللي بولس اللي تيموساوس اخده، او ببساطة اللي تعلمناه ونشأنا عليه من فهم صحيح للكتاب. عشان كده بيفكروا بيقول له وانك منذ الطفوليه تعرف الكتب المقدسه القادره ان تحكمك، خلاص، وانه الايمان اللي سكن فيك اللي كان ساكن قبل كده في امك وفي جدتك. لكن بيركز على الكتب المقدسه، وطبعا وقتها ما كانش فيه العهد الجديد لكن كان فيه العهد القديم، ودي شهاده ضمنيه انه العهد الجديد بيشهد عن العهد القديم ان هو كلمه الله الموحى. فاساس الحياه المسيحيه هو الإعلان الذي قدمه لنا الله من خلال طبعا تجسد المسيح، ومن خلال عمله الكفاري وانتصاره وموته والحياة الأبدية اللي وهبها لنا، لكن كمان أيضا كل هذا معطى لنا من خلال الكلمة المقدسة بناء على عمل المسيح وبناء على الانتصار اللي انتصر المسيح. بيشجع تيموساوس، بيشجع كل قارئ انه ازاي نعيش حياة قوة وانتصار وغلبة بناء على ده. مينفعش تبقى يعني كتير من المسيحيين او الناس اللي بتقول ان هي علاقة بالمسيح وعايشة معاه بتلاقي في حياته اوقات كتيرة بيبقى مكتئب وداون ومش مبسوط او مش متشجع. هو بيقول لا، الله لم يعطينا روح الفشل لكن أعطانا روح القوة والمحبة والنصح. النصح هنا معناها سيلف ديسيبلين، إنك عارف توجه نفسك، عارف إنه إزاي تقول لنفسك تشجع، إزاي تقول لنفسك
لا ما تقفش، ما تنامش، ما تزعلش، قوم اقف، انتصر، اعلن ايمانك، اعلن قوتك. مدلول تاني من مدلولات اللاهوتية الجميلة في الرسالة دي هو أهمية الوحي المقدس، أهمية الكلمة. فالحقائق الإيمانية بتقدمها لنا كلمة الله الموحى بها. عشان كده المبدأ والعقيدة بتاعت الوحي الإلهي شيء أساسي في منظومتنا المسيحية. ما ينفعش أكون ببني حياتي المسيحية على أي حاجة تانية غير كلمة الله الصادقة. فهنشوف واحنا بندرس مع بعض النص ده انه الكلمة بتعمل ايه في حياة الانسان اللي بيرتبط بيه. من جهة اخرى بولس بيحط هنا شكل استراتيجي من ازاي القائد وازاي الكنيسة تبص للي جاي. بيحط عامل مهم جدا وهو ازاي تجهز ناس في المستقبل. وببساطة بولس لما هيتكلم على أربع أجيال، مش على مجرد جيل واحد أو جيلين. فبيقول له اللي أنت تعلمته مني علمه لناس يكونوا كمان هم قادرين أنه يعلموه لآخرين. يبقى بولس تيموساوس، الناس اللي تيموساوس هيعلمهم، والجيل الرابع اللي الناس دي هتعلمه لآخرين. فالفكرة هنا أنه الكنيسة بشكل عام والخدام بشكل خاص لابد أن يكون عنده التوجه بتاع تهيئة صفوف أخرى في المستقبل. ده التفكير بسميه تفكير استراتيجي، لأنه كتير قوي من الناس وكتير قوي من الخدمات بيعتمد على أنه أنا واخد المشهد وأنه أنا وبس، فمش مهم أي حد تاني، أو مش مهم أفكر في المستقبل، المهم أنا أفكر في نفسي. في كتير جدا من الأخطاء دي موجودة لانه احنا بطبيعتنا بشر وضعفه جدا، ومخنا اوقات كتيره بيكون يعني بيدور على المصلحه الذاتيه غصب عننا. لكن الكتاب بيعلمني حاجه تانية، بيعلمني ان ابص لقدام قوي، عشان لو ما بصيتش لقدام قوي انا مش ببني حاجه في خدمه الله وفي ملكوت الله. ممكن اكون بعمل حاجات كويسه في حياتي، لكن الله بيتكلم على انه ايه اللي عملناه للمستقبل. وده التفكير الطبيعي جدا عند اي حد في الحياه. الناس كلها بتحاول تامن مستقبل اولادها او تفكر لاولادها في المستقبل، لكن ما بنفكرش كده في الخدمه وفي الكنيسه. الرساله بتتكون ازاي، بتتبني ازاي؟ هتلاقي انه في كل اصحاح بولس بياخد فكره وبيتنقل لفكره تانية، لكن كمان في كل اصحاح هيوريني صوره جيده وصوره سيئه، وهيذكر تقريبا مثالين، مثال لأشخاص أمناء ومثال لأشخاص غير أمناء، هيتكلم عنهم بالاسم. فالإصحاح الأول بيقدم الدعوة للأمانة، ونشوف أنه بيركز قوي على الإيمان الصحيح الكتابي. وأقدر أشوف هنا أنه ما ينفعش يكون في إيمان بدون كتاب. دايما بولس عنده الفكره دي في روميا 10:17، بيقول كده لان الايمان بالخبر والخبر بكلمه الله. فانت هتؤمن لما تسمع رساله خبر، بس الخبر ده مش اي خبر، لازم يكون خبر هو كلمه الله. اذا الايمان مبني على الكلمه المقدسه. بيقدم الدعوه للامانه في ازاي تكون شاهد إنجيل المسيح. يا تيموساوس ما تخافش، يا أيها الخادم أيتها الخادمة لا تخاف، اتحرك، ما تخجلش، ما تكسفش، اعلن بقوة، خليك مستعد إنك تتحمل مشقات، وعارف إنك أنت بتمشي في سكة صعبة، لكن أنت بتقدم هذا الإنجيل بأمانة. وأنت بتقدم الإنجيل بأمانة خليك دايما واخد بالك إنك تتمسك بصورة التعليم الصحيح. ده الأفكار اللي بيقدمها في الإصحاح الأول. طبعا شفنا في تقريبا كل رسالة من رسائل العهد الجديد لكل الرسل بيركزوا جدا على فكرة التعليم الصحيح في مواجهة التعليم الكاذب أو التعليم الفاسد. اتكلمنا كتير قوي في ده تقريبا في كل مرة بنتكلم عليها، بس ده بيورينا أهمية الموضوع، يعني خطورة الموضوع، إزاي نكون واخدين بالنا
ونعرف نميز التعليم الصحيح من التعليم الفاسد. الإصحاح الثاني يبتدي بطريقة جميلة جدا، يحط له استراتيجية ازاي تعيش وازاي تنمو في هذه الأمانة، مع انك تقدم وتجهز أجيال أخرى أمينة هي كمان عشان تكمل الرسالة بعدك. فبيقول له الكلام ده في الإصحاح الثاني في آية 1-2: فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع. يبقى القوة والتشجيع اللي بيجي لك والمعونة اللي بيجي لك بالنعمة من المسيح، أوكي؟ تقوى بهذه النعمة. وما سمعت مني بشهود كثيرين، يعني تعلمت مني أنا بولس بشهود كثيرين، أودعه أناسا أمناء، حطوا استثمروا في أشخاص أمناء. خلي بالنا الرسالة دي هتلاقيها كتير بتتكلم عن الأمانة في مقابل المعلمين الكذب أو المقاومين. الأمانة، الأمانة مهمة قوي، لأنه ما نضيعش وقتنا في حاجة مش أمينة ولا مع حد مش أمين. الأمانة، أودعه أناسا أمناء، هؤلاء الناس يكونون أكفاء. أكفاء يعني عندهم الكفاءة أن يعلموا آخرين أيضا. وبيقول له كده، هيبتدي بعدها على طول يقدم له ثلاث صور كوسائل إيضاح لحياة الجهاد والأمانة. فبيقول له مثال الجندي، الجندي اللي تجند ما بيرتبكش بأمور الحياة لأنه حاطط هدف أنه يرضي من جنده. أيضا الشخص الرياضي اللي بيجاهد، اللي بيتدرب، اللي بيجري وبيتعب، اللي بيدخل السباق أو بيدخل المباراة علشان في النهاية حاطط صوب عينه الهدف أنه يكسب الجايزة. فأوقات كتيرة ممكن يحرم نفسه من أكلة، من سهرة، من حاجات كتيرة علشان يبقى عنده الديسيبلين أنه يعيش بهذا النظام عشان ينجح عشان يكسب. كمان زيه زي الفلاح، الفلاح اللي بيصحى الصبح بدري من النجمة يروح يشوف الأرض بتاعته ويسقيها ويفضل وقت طويل يمكن مش شايف أي نبتة في الأرض، لكن عمال يجتهد كل مرة ويروح ينظف الأرض ويروح يسقيها ويرميها لغاية لما بتنتج وفي النهاية بياخد ثمر بتاعه. فبيوريله الناس يعني وسائل إيضاح أو صور تشبيهية بتورينا حياة الخادم الأمين، الجندي اللي مش بيرتبك بأمور الحياة، الرياضي اللي عنده سيلف ديسيبلين، والراجل الفلاح اللي المثابر جدا اللي عمال يتعب عشان في النهاية يحصل. وبيقول له انه في النهاية دافع انك تعيش بالأمانة دي وانك تتحمل المشقة متعلق بشخص المسيح. يعني الكلام ده مش بعيد بانفصال عن المسيح، لكن بالعكس دافع احتمال الألام هو التعلق بشخص المسيح الحي. في الإصحاح الثاني برضو يقول له كده، وانت بتجاهد اجتهد بقى انك تقيم نفسك لله مزكى، انك تظهر قدام الله، انت بقى تظهر قدام الله انك انت شخص صحيح. وكأنه الآية بتقول لي في دور مهم قوي عليك انت. طبعا لما نقول ده مش بنقول ان ده بانفصال عن نعمة ربنا وعن عمل الروح القدس، بس في جزء مهم هو جهدك وجهدك، هو الاستثمار بتاعي وبتاعك في هذه النقطة. انت هتخلص الإيمان، انت رايح السماء، محدش بيناقش الكلام ده، بس حياتك وحياتك ازاي شكلها قدام الله؟ هل بيشوفها جدة ناجحة ملتزمة، ولا شايف واحد كده عمال يلعب يلف ويدور كده؟ عارفين زي ما يكون عندك او عندك طفل ولدين او بنتين، واحد بيركز في مذاكرته وبيجتهد وبيضيعش الوقت، كل حاجة بيعملها كويس، واحد تاني لعبي ما يعرفش يقعد يذاكر، ما يعرفش ينفذ حاجة. الاثنين بتحبيهم او بتحبهم،
لكن في واحد شايفك بتقول لا ده ملتزم جدا، ما بيوجعش دماغي، ما بقولوش اقعد ذاكر، ما بجبروش يعمل، لا عارف يعمل ايه. التاني متعب، فهو بيقول له تيموثاوس اجتهد ان تقيم نفسك لله مزكى. ازاي بقى؟ عاملا لا يغصب، يعني واحد اشتغل ومش هيتكسف في نهاية اليوم بتاعه، هياخد أجرته كاملة. ازاي؟ انك تكون بتفصل كلمة الحق بالاستقامة. ويمكن كلامنا عن دي بكتير قوي النقطة ديت، انه تفصل كأنك بتعمل كات كده مظبوط جدا بدون ما تصيب اي شيء غلط. فعارف ازاي تفصل هذه الكلمة باستقامة. في الترجمات انا جايب الترجمات علشان نعرف يعني ايه كلمه اجتهد. في الكينج جيمس بيقول ستادي، ذاكر عشان تظهر نفسك ابروفد قدام الله. في الاي ام تي في اللي هي اعتقد الانجليش مش فاكر الام دي بتاعت ايه، بيقول بي ديليجنت to show yourself approved unto God. Diligent هو شخص بيذاكر بجدية أو شخص جاد مجتهد. في داربي بيقول strive diligently to present yourself approved to God. يعني كأنك بتسعى جاهدا وبالتزام إنك تكون بتظهر نفسك قدامه. في المقابل بعد ما هيقدم الصورة الحلوة دي هيقدم الصورة العكسية بتاعت ناس الحقيقة ما عملتش كده. فيقول له خلي بالك في ناس تانية بتعلم تعليم غلط، هذه الناس كلماتهم تعليمهم يعني ترعى كآكلة. كلمة آكلة اللي هي بالإنجليزي أو باللغة العربية بتاعتنا الدرجة اللي هي الغرغرينة، يعني الهواء اللي بيصيب الجزء في الجسد وتلاقي ملوش علاج غير إنه يبطر. كلماتهم ترعى كآكلة بتجري بسرعة وتؤذي وتموت ناس. الذين منهم هيمينايس وفيليتوس اللذان زاغا عن الحق. قالوا ايه بقى هيمينايس وفيليتوس اللي بولس بيسمي كلماتهم ان هي ترعى كآكلة؟ قالوا ان القيامة قد صارت فيقلبان ايمان قوم. قالوا ايه بقى؟ قالوا انه القيامة خلصت، القيامة جت. طب ازاي القيامة جت؟ ملقوش حل الناس دي غير تقول ان القيامة دي هي قيامة روحية وليست قيامة أجساد. لكن في ناس في القرن الأول بتعلم وعايزة تقنع المسيحيين الأوائل أنه مفيش قيامة بالجسد، عشان كده بولس تصدى لهذه الأفكار مثلا في كورنثوس الأولى 15 إصحاح كامل بيتكلم عن ده. وبيقول عن الناس اللي بتقول أن القيامة قد صارت، بيقول له انهم بيقلبان ايمان قوم، يقلبوا ايمان الناس، يلخبطوا ايمانهم، لانه القيامه جزء اساسي جدا في العقيده المسيحيه. لان لو المسيح ما كانش قام بالجسد يبقى كل حاجه بنقولها دي كده، كل حاجه بنقولها دي مش صحيحه، يبقى كل مسيحيتك ما تنفعش تقبل. ليه؟ لانه المسيح مات، اذا هو انسان زي زيه، هو محكوم عليه بالموت زي زيه، مفيش ذبيحه قبلت، مفيش تبرير حصل، مفيش كفارة اتقبلت، إذن كل حاجة كذب وكل حاجة رايحة. فلو أنا قبلت هذا التعليم أنا بضرب كل المسيحيين. إيه رأيك ده في كورنثوس الأولى 15؟ صح، مهم جدا. فعشان كده بولس بيتكلم عنهم إنه الفكرة دي عاملة زي الغرغرينة اللي بتجري في الجسم، اللي في النهاية ما بتلاقيش حل غير إنك لازم تقطع العضو ده وإلا هيموت كل الجسد. في الإصحاح الثاني برضو في آية 20 هيقول لي حاجة غريبة قوي عن بيت الله. المفروض بيت الله يكون فيه أواني للكرامة، لكن أقول له البيت بقى كبير، لكن في بيت كبير ليس أنايا من ذهب وفضة فقط، بل من خشب وخزف أيضا، وتلك الكرامة وهذه الأواني. بيقول له أنه في الوقت اللي جاي هيحصل جوه الكنيسة الكبيرة دي لما تكبر، البيت الكبير، هتلاقي في عندك يا تيموثاوس أواني للكرامة من ذهب ومن فضة،
لكن في تاني أو نوع تاني من الأواني للهوان، استخدامها بيستخدم في الحاجات اللي ملهاش لازمة، يعني من خشب ومن من خزف. بالظبط كده، خليني أقولها يعني بصورة تفهمنا شوية. لما بيكون عندك أو عندك عزومة جميلة وناس مهمة جاية، هتطلعي بقى سيرفيس جميل وأطباق مش عارف شكلها إيه وشوك شكلها إيه، يعني بتحطي حاجة يعني راقية جدا على السفرة، وكاسات كريستال، ولو في عندك طقم فضة بتحطيه، حاجات كده في منتهى الشياكة. لكن مش معقول في حفلة زي دي أو في وليمة زي دي هتجيبي مثلا الجردل بتاع المسح، تحط فيه المية اللي بيمسح بيها الأرض، تحطيه على السفرة. مينفعش. هذه أواني الكرامة ودي أواني الهوان. في أواني بتستخدم علشان الغسيل وعشان تشيل فيها المية مش نظيفة، عشان نرمي فيها مش عارف إيه صفيحة قمامة، لكن في أواني تانية للكرامة، حاجات معمولة مثلا من ذهب، حاجات معمولة من فضة، حاجات مش عارف معمولة شكلها إزاي. مش معقول تاخد الفضة دي تحط فيها مثلا مية غسيل الأرض. فبيفهمه بيقوله في وقت هيبقى الموضوع داخل الاثنين مع بعض، بس لازم تميز ما بين أواني الكرامة وبين أواني الهوان. الأصحاح الثالث بعد ما قالنا على أواني الكرامة وأواني الهوان، بيقول لنا الأيام الأخيرة شكلها إيه. وللأسف إن الأيام اللي جاية والأيام الأخيرة دايما شكلها سيء. ليه؟ مش نظرة تشاؤمية، لكن نظرة واقعية وفاهمين إيه اللي بيحصل. بيقول كده الناس هتكون في هذه الأيام سلوكها أسوأ بكتير، عمال يزداد في السوق، وهيكونوا ما عندهمش أي نوع من الحنو ولا الأمان ولا الخضوع ولا الشكر. لا، ناس مؤذية. وأعتقد إحنا شايفين الحالة المزرية للبشرية تتحرك لحده. ويذكر اسم اثنين، يمنيس ويمبريس، اللذان قوام موسى قديم. يمنيس ويمبريس ما كانش ذكرهم في العهد القديم ولا مرة، لكن جه هنا. مين هم يمنيس ويمبريس؟ غالبا دول اثنين من الصحراء المصريين اللي كانوا بيقاوموا موسى لما كان موسى بيعمل المعجزات في قصر فرعون كعلامة على انه يطلق الشعب. لكن ربما من خلال التقليد اليهودي وطبعا العلم اللي عند بولس من ناحية العقيدة اليهودية والتاريخ اليهودي، ذكر الاسمين دول بتوع هؤلاء الصحراء اللي كانوا في قصر فرعون واللي كانوا بيقاوموا موسى. طب ايه اللي انت عايز تقوله هنا يا بولس؟ بيقول لي زي ما كان في كل مرة الحق بيتقاوم وبيزيف، لأنه الناس كانت بتزيف المعجزة اللي عملها موسى، بيزيف حاجة زيها بس مش نفس القوة. فبيقول كان في زمان حتى أيام موسى كان في مقاومة، وكان في ناس بتقلد وناس بتكسب زي يمنيس ويمبريس. والنهاردة حتى في وقتنا الحالي في ناس بتقدم فكرة تشبه الحق لكن كلها سم. لكن أنت تيموساوس عارف كويس أوي اتعلمت من مين، ودي من الأشياء الرائعة جدا في الرسائل بتاع بولس هو بالذات بيتكلم مع تيموساوس. أنت اتعلمت مني أنا، فتعلمت معلومات مش بس بالقول، لكن شفت حياتي، شفت القدوة، شفت أنا بتصرف إزاي، شفت أنا بجاهد إزاي، شفت أنا أمين إزاي، شفت أنا وصلت حتى إني أموت أو هموت عشان خاطر الحق. فتشالنج كبير قوي بيقدمه لنا بولس هنا، إنه لو كل واحد فينا، كل واحدة فينا ينفع يقول كده، ينفع يقول للي وراه كده، يقول لابنه، يقول لبنته، يقول للمخدومين بتوعه في الكنيسة اللي شفته في حياتي أعمله. يا سلام كل واحد فينا يعني وصل في نقطة وكده زي بولس يقول للناس اللي وراه أنت شفتني أعمل زي ده. مش كبرياء، بس ده هو عارف هو عمل إيه. وكتاب جميل قوي سامح بالجزء ده، سامح أن يوريني ان الموضوع مش مستحيل، لان بولس عايشه وبيقول لتيموساوس عيشه. عشان كده الامانه
التمسك بكلمة الله مش أمر مستحيل، لا أمر حقيقي متاح، لكن الموضوع محتاج إنه نكون كده زي الجندي الصالح يسوع المسيح. في الإصحاح الثالث بيختم بولس كلامه بالتأكيد على عقيدة الوحي المقدس والكتاب المقدس هو كلمة الله، وإنه هذه الكلمة تحقق أهداف معينة في حياة المؤمن، هدفها في النهاية إنه تؤهله وتنميه علشان يكون إنسان كامل جاهز ومتأهل لكل عمل صالح. ما زلنا في موضوعنا عن بنيان الرسالة، وبنوصل للإصحاح الرابع وبنشوف فيه بولس كأنه بيحط آخر صوت وبيناشد تيموثاوس يتصرف إزاي. فبيناشده من جهة إنه يكمل عمل الكراسة، إنه يحتمل المشقات من أجل هذه الكراسة، وبيقول له عشان أنا خلاص أنا بسلم أوراقي، وقت انحلالي قد حضر، والآن أنا أسكب سكيبا. خلاص زي بالظبط لما كانوا بيسكبوا على ذبيحة خمر وزيت أو زي أو خمر، كان حاجة بتدلق، فخلاص أسكب سكيبا، كأنه حياتي بتنسكب على هذه الذبيحة، وخلاص آخر نقطتين ثلاثة موجودين في الإناء بيسكب. وقت انحلالي قد حضر، وقت انحلالي صورة تعبيرية بيورينا كأنه الحبل بتاع السفينة المربوط في رصيف الميناء بيتفك عشان السفينة تبحر. وقت انحلالي قد حضر، خلاص جه الوقت انه بفك الحبل عشان امشي. قد جهدت الجهاد الحسن، كلمة جهدت الجهاد الحسن يعني بالظبط ده صورة الرياضي اللي جري في السبق او دخل المباراة بتاعته وجاهد في المباراة perfectly. أكملت السعي، كملت السبق بتاعي، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي هبه لي في ذلك اليوم الرب الدائن العادل. وأخيرا شايف إكليل بتاعي ما جاهز على منصة وأنا رايح أستلم. هذا الإكليل هيدون الله العادل، بس مش تاجي أنا بس، لكن كل واحد بيحب ظهوره أيضا، لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. الأفكار الجميلة بتاعته دي ما هو طبعاً بيستقيها من المشهد بتاع الألعاب الأولمبية، لأنه ده كان شيء منتشر في الوقت ده في الدولة اليونانية. الألعاب الأولمبية كان فيها ناس بتقعد 4 سنين تتدرب عشان يروح يدخل مسابقة وياخد في النهاية مثلاً إكليل من ورق الغار أو من الورد، وبيتوج مش بيدور على فلوس، مش بيدور على شهرة مادية، لكن بيدور على ان هو ينجح حق هذا الانتصار. وكانوا بالمناسبه يعني تاريخيا كان في حاجه اسمها منصه التتويج، او باليوناني اسمها البيما، بيما سيت، ده كان بيبقى عليه الحكام او القضاء اللي بيحكموا في هذه المسابقات. وكان اللاعب لما بينجح بيفوز بيقف قدام هذه المنصه وبيعطى اكليله. المنصة دي أيضا بتستخدم في بعض الأوقات لتتويج أو مكافأة لما الجنود أو الضباط بيأدوا أداء حسن في الحرب، فكان في نوع من المكافآت وتوزيع الأوسمة عليه. اللاعب بتاع الألعاب الأولمبية لما كان بياخد الإكليل ده، تاريخيا بيقال كده، إنه كان بيرجع القرية بتاعته أو المدينة اللي جاي منها، وكان بياخد الإكليل ده وبيضعه في هيكل الإله بتاعه، اعترافا منه بانه الاله بتاعه هو اللي ساعده في الانتصار في المسابقه بتاعته او السبق او المباراه. بولس بياخد الشكل ده وبيشرح بيه انه احنا كمان هنقف قدام كرسي المسيح، مش عشان الدينونه، لان الدينونه اتشالت من عليك، لكن عشان المكافئات، وستفحص اعمالك. عشان كده بيستخدم كلمه جميله قوي، بيقول في صحة 2 وآية 5، وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. يعني في لاعب دخل مباراة مش هياخد مكافئته إلا ولو مشي حسب قوانين اللعبة، يعني ما ينفعش تكسر قوانين اللعبة وتكافئ، لأنه
دور من ادوار المحكمين انه كانوا بيشوفوا انه ما فيش حاجه حصلت ضد قوانين اللعب، بالتالي الفايز ده يستحق الجائزه. فبيقول له كده انت لازم تجاهد بحسب قوانين اللعب عشان تاخد مكافئتك. ففي امام كرسي المسيح ستفحص اعمالنا وستفحص حياتنا عشان يشوف كده انه جهد وجهاد حسن، مشيوا بحسب القوانين الالهيه، ما كسرش القوانين الالهيه، عشان كده بتاخد مكافئتك. بيختتم رسالته بانه بيقدم لنا نوع برضه مقارنه ما بين شخص امين وشخص غير امين، ويورينا انه هو حتى في حياته بيقول انه ناس كتير من كانت حواليا النهارده خافت ومشيت، انا بقيت لوحدي، لوقا وحده معي، بس لوقا بس هو اللي معايا، هو اللي هو كاتب سفر الاعمال والانجيل. ناس كتير سابوا بولس، ناس كتير خافت، مش لازم تكون رجعت للعالم او للشر، لكن يمكن فضلت انها تبقى متداريه شويه او ما تقفش تكون بتخدم، قالت نستخبى لغايه لما الموجه دي تنتهي. لكن بولس طبعا كخادم امين بيكمل مشواره، ما كانش همه خالص ايه اللي بيحصل. بكده نكون شفنا بنيان الرساله والتقسيم بتاعها والخطوات اللي بولس بيأسس عليها فكرته، ويبقى عندنا صوره متكامله عن هذه الرساله الرائعه. في اي سؤال في اللي فات؟ انا عندي سؤال اخ بس. تفضل تفضل. بالاصحاح الثالث كان بولس بأكد على وحي الكتاب المقدس. نعم. شو بقصد بالكتاب المقدس بهذيك الفتره؟ لانه العهد الجديد لسه ما كانش مكتوب. نعم. العهد الجديد فعلا ما كانش لسه كتب، بس كان اوريدي معروف انه ان هم كانوا بيكتبوا وحي، يعني بولس كان عارف ان دي كلمه الله، بطرس كان عارف انه بولس بيكتب كلمه الله، عشان كده في الاصحاح في الرساله الثانيه في بطرس بيكلمهم، بيكلم اليهود اللي في الشتات بيقول لهم كما كتب اليكم اخونا بولس حسب الحكمه المعطاه له والفهم الذي يفسره كثير من يعني الناس اللي هم الغير مستقيمين بيفسروا كلامه غلط. فكان بطرس عارف ان بولس بيكتب وحي. الرسل اللي كتبوا العهد الجديد كانوا عارفين بيكتبوا وحي. طبعا هم بيكلموا مينلي على الكتب اللي كانت متاحه عندهم حاليا وقتهم، يعني هي العهد القديم، لكن كمان كانوا فاهمين كويس قوي ان هم بيقدموا حاجه. عشان كده مثلا بولس في افسس 2 بيقول انه الكنيسه مبنيه على اساس يسوع المسيح نفسه حجر الزاويه، والرسل والانبياء العهد الجديد اللي هم حطوا قواعد التعليم وقواعد الإيمان المسيحي بحسب الإعلان الإلهي. فإن كنا طبعا أنا موافق حضرتك أن فكرة أنه الكتاب لم يكن قد اكتمل بعد في الفترة دي، لكن مبدئيا كان عندنا العهد القديم بكل أسفاره، وكان هناك دراية ووعي وفهم أنه هؤلاء الرسل يكتبون كلمة الله. طيب، فاحنا لما بنستند على هذه الآية بنقول انه كل الكتاب حتى وان كان في هذا الوقت لم يكن العهد الجديد قد اكتمل، لكن النهارده كل الكتاب، لانه العهد الجديد لما اكتمل في سفر الرؤيا مثلا بيقول كده الرب انه اللي يحذف شيء من اقوال هذه النبوة يحذف اسمه من سفر الحياة، واللي هيضيف شيء اضاف عليه او تزاد عليه ضربه. فكان في نوع من الفهم والقبول، لانه اللي كان بيتكتب وقتها كان مفهوم انه ايضا كلمه. عشان كده لما بيقول انه كل كتاب هو موحى به من الله، هم فاهمين يعني ايه الوحي، وفاهمين ان هم كمان كانوا اواني وحي، فاقدر اطبق الايه على الاثنين. تمام، شكرا. شكرا. العقائد الأساسية اللي بيتناولها الرسول بولس في هذه الرسالة وإزاي بيقدمها لنا، طبعا عارفين أنه أحد النقاط الهامة في فكر اللاهوتي لبولس هو الخلاص بالنعم، ما بتغيبش عنه أبدا الفكرة دي. فبيقول كده في الإصحاح الأول آية 8-11، لا تخجل بشهادة ربنا ولا بي أنا أسيره، بل اشترك في احتمال المشقات
لأجل الإنجيل بحسب قوة الله الذي خلصنا. والله الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. خدين بالكم هو بيشجعه على أنه يكرس بالإنجيل، يروح فاتح قصيد أهو من أول هنا كده، هيبتدي يقول له معلومة بين قصيد هي. اشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل بحسب قوة الله، بعدين ما قدرش يسكت، راح فتح جملة اعتراضية. لما جت كلمة الإنجيل وجاء قوة الله، فبدأ يحط الأغنية الجميلة بتاعته، أغنية الخلاص. الله الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة مش بسبب أعمالنا لكن بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا، نعمة وقصد إلهي هو ادهن أعطهن فين؟ في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية، وإنما أظهرت الآن بظهور هي قوة الله، أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح. أوكي؟ بس هيضيف حاجة جميلة قوي، يقول الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل الذي جعلت أنا له كارزا ورسولا ومعلما للأمم. فبيشجعه على أنه احتمل كل المشقة عشان تكرز بالإنجيل، عشان تقدم الإنجيل. إيه هو الإنجيل ده؟ راح فتح الجملة الاعتراضية وقال لي أنه الخلاص اللي الله دهولنا لا بمقتضى أعمالنا لكن بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح، والتي أظهرت كانت موجودة عن طرف الأزمنة الأزلية، أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح. شوفنا ده في المرة اللي فاتت في رسالة تيتوس، إنما لما بيقول إنما إنه إيه إنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات ونعيش في العالم ونعيش بالتعقل والتقوى. فعنده فكرة الظهور دي معناها إنه شيء كان موجود لكن كان مختفي، إنما ظهر الآن من خلال تجسد الرب يسوع المسيح من خلال عمله الكفاية. فدي الفكرة الأساسية دايما عند بولس، فكرة الخلاص اللي بالنعمة ده مهم قوي. بس بيضيف حاجتين، بيضيف الأول إنه بيربط الأمر أو إنه يشجع تيموثاوس عشان يحتمل المشقات في سبيل إنه يكرس. الحاجة الجديدة اللي بيضيفها بولس هنا هي الجملة دي، الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. خلي بالنا بولس وهو بيكتب الكلام ده هو بيتجهز أو عارف إن وقته قرب. أي حد لما بيجي وقته يقرب بيخاف، أو على الأقل بيتساءل هو أنا رايح فين أو إيه اللي هيحصل. الكتاب بيوريني حاجة تانية خالص، الكتاب بيوريني إنه الشخص اللي مع المسيح، إنجيل المسيح ووجود المسيح في حياته عمل إيه؟ أبطل الموت، ما بقاش للموت هذا الرعب وهذا الخوف وهذه القوة اللي كانت من قبل، لكن مش بس أبطل الموت لكنه أنار الحياة اللي أنا عايش فيها النهاردة والخلود. فتح كشف لي كده، ضرب كشاف نور على اللي جاي، فبقاش بولس عارف خايف، لا شايف، ده شايف ايه اللي هيحصل لما اروح، كليل البر موجود وجاهز وانا رايح اخده. عشان كده بيقول لي انه انار الحياه والخلود بواسطه الانجيل، يبقى الانجيل اللي هي البشره الساره ديت فتحت لي كل حاجه، ابطل الموت انار الحياه والخلود. فمبقاش المؤمن الآن ولا خايف ولا مرعوب من جهة المجهول ومن جهة المصير الذي ينتظره، لأنه عارف هو راح فين. بعض الناس بتقول ده تكبر، لا مش تكبر، مش تكبر. وأنا نورته بنفسي، وأنا بقول أنا اللي جهزت الإكليب بنفسي، لو أنا جهزته بنفسي أو أنا بقول أنا بأستحق الإكليب ده أنا كده متكبر. لكن لما أقول إنه ده فضل نعمته هو العمل كده، مش هل.
ده كتر خيره، هو اللي ابطل الموت وانار لي الحياه وانار لي الخلود. فاللي عمله المسيح وراني الحياه الحقيقيه المقامه، الطبيعه الجديده، الموضوع المختلف عن اللي كنت عايش فيه. انا كان عندي حياه ادم، حياه بشريه، لكن في المسيح اخذت حياه الله، الحياه الابديه. عشان كده الموضوع اختلف، فما بقاش في فكره انه هو انا رايح فين، هو انا هروح النار ولا اروح الجنه ولا الكلام ده كله. لا، انا عارف رايح فين، لانه الحياه اللي انا اخذتها تتميز بانها حياه خالده، وخالده في النور، وانها حياه الله. فدايما بولس بيركز على الفكره دي، انه ما بقاش الانسان في مواجهه الموت بيخاف الخوف اللي كان قبل كده، او مرعوب من المصير المجهول، او الدنيا مبهمه بالنسبه له. لا، هو عارف الانجيل انار لي الحياه، عايشني في النور ونور لي على الخلود. قال الدنيا، الدنيا جميله هناك، بص ولا هتخاف. فده الفكر اللي بولس بيقدمه. في العقيده الثانيه اللي بيقدمها لنا بولس هي عقيده المجيء الثاني. في صح 4 آية 1 بيقول له كده: أنا أناشدك إذن أمام الله ورب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. أنا بناشدك قدام الله الذي هو الرب يسوع المسيح العتيد في المستقبل، اللي جاي عشان يدين الأحياء والأموات. إمتى؟ عند ظهوره وملكوتي. طبعا بدون شك في كلمة ملكوتي، هي دي كلمة حيرت ناس كتير، لكن لو أنا مشيت واحدة واحدة كده مع النص هفهم أنه يسوع المسيح عند ظهوره وعند ملكه سيدين الأحياء والأموات. بعض الناس بتتخيل انه هنا دي هي قيامة عامة، لما يجي الرب هيعمل قاعة المحكمة، واللي لسه احياء هيدينهم يحاسبهم، واللي ماتوا هيقومهم ويحاسبهم، وبعدين ندخل الابدية. ده رأي. لما بنسأل الرأي ده ايه ملكوته، بيتكلم عن الحالة الابدية اللي هي ملكوته، ملكوت السماوات. فبيشوف كلمة ملكوت السماوات على ان هي الحياة الابدية، أو الحالة لما نوصل السماء. رأي تاني بيقول كده: كلمة يدين لا تنطبق على مؤمني العهد الجديد. خليكم معايا بس واحدة. ليه؟ لأن المسيح قال: الحق الحق أقول لكم، إن اللي يؤمن بي لا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. والكلام ده بيتقال كذا مرة، وبولس بيأكد يقول كده: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، في رومية 8:1، لا شيء من الدينونة، الدين بتاعك اترفع. عشان كده كلمة يدين مش هتكون منطبقة علينا. أنا عارف إن ممكن يكون الكلام ده شوية غريب، بس فعلياً بحسب كلمات الرب يسوع المسيح بنفسه، حسب كلمات رسول بولس، حسب كلمات العهد الجديد، لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. طيب أمال هنا بيتكلم على مين؟ مين الأحياء والأموات؟ بالرجوع لمتى 24-25 رب يسوع بيتكلم على فترة الدقيقة، ويتكلم على ظهوره لما يجي ابن الإنسان في مجده وملائكته معه، ويجلس على كرسي مجده، ويجتمع أمامه كل الشعوب، وهيدين الناس دي، وهيفرق بين الجداء وبين الخراف. خلي بالنا من النص، بشوف أنه المسيح جه على الأرض، وأن كرسي مجده ده على الأرض، وأنه هيدين ناس على الأرض، وهيدخلهم الملكوت أو هيترفضهم بره الملكوت.
برضو لسه الملكوت مش واضح. باختصار عشان طبعا ده وقت كتير هنا، في رأي زي ما قلت الأول، هو رأي بيشوف إن ده يوم قيامة عام وهيحاسب الناس الأشرار والأبرار، واللي يخش السماء واللي يخش النار، وبيشوف إن السماء أو الأبدية هي الملكوت. في رأي تاني بيشوف إنه الكلام ده بيتم عند المجيء، لأنه قبلها بسبع سنين بيكون في حدث الاختطاف اللي أخذ الكنيسة وقامت الكنيسة وأخذت أكاليلها وموضوعها خلاص. إنما اللي بيتكلم عنه هو في المجيء الثاني، عندما يأتي ابن الإنسان ويجلس على كرسي مجده على الأرض ويفرق بين الخراف والجداء وبين المؤمنين وغير المؤمنين، الأحياء والأموات، عند ظهوره وملكوته. فبيشوف إن الملكوت ده ملكوت أرضي اللي هو بنسميه ملك الألفي. طبعا التفاصيل مش واضحة هنا، لكن ده طبعا موضوع طويل، موضوع طول الشرح، ولكن بنقدم الفكرتين عشان يبقى فاهمين انه عقيدة المجيء الثاني في الكتاب مش عقيدة قليلة او عقيدة ثانوية، لكن عقيدة اساسية. فكرة المجيء الثاني او ظهور الرب يسوع المسيح فكرة ثابتة واكيدة ومؤكدة بشكل كبير جدا، حتى في العهد الجديد ذكرت تقريبا 318 مرة في العهد الجديد، وده بيدل على اهميتها واهميتها عند الرسل. فكل تعليم الكتاب والعهد الجديد بيؤكد عودة الرب يسوع مرة ثانية، سواء كنا بنؤمن بالخطاف وفرق بينه وبين المجيء الثاني، او ان احنا كنا بنشوف الاثنين حدثين مع بعض، ايا كان بنؤمن ونثق انه سياتي الرب مرة ثانية. العقيدة الثالثة وهي العقيدة الهامة جدا، عقيدة الوحي المقدس او وحي الكتاب المقدس. صح 3 من الآية 14 إلى 17 بيقولوا كده: وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت، عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص. إنه أنت طفل صغير عارف الكتب المقدسة. طبعا لما بنرجع ده للكلام اللي قالوله في الأول، إنه الإيمان اللي سكن فيك، اللي كان ساكن في أمك وفي جدتك، بنشوف إنه الأم والجدة كان لهم فضل في تنشئة هذا تيموساوس الجميل، من خلال انهم كانوا بيعلموه الاسفار المقدسه في العهد القديم. فبيقول هذه الكتب المقدسه قادره ان تحكمك للخلاص بالايمان الذي في المسيح يسوع. يعني حتى كتب العهد القديم كانت تستطيع ان تقودك وتجهزك او توجهك انك تنال الخلاص الذي بالإيمان بالمسيح، مش بالناموس المساوي. خلي بالك، وده اللي بيمكن يرد شوية على سؤال بتاع أخونا نصيف، إنه إيه هو هنا بيتكلم عن كتب العهد القديم، طب إيه أخبار العهد الجديد؟ واضح إنه من هنا بيفهمني إن الكتب المقدسة بتاعت العهد القديم كانت بتقود إلى المعلومة الجميلة أو الإعلان العظيم اللي تقدمني في العهد الجديد، أوكي، اللي هو الخلاص بالإيمان في المسيح يسوع. وبعدين يقدم التصريح المهم جدا: كل كتاب هو موحى به من الله، نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. طبعا قبلها كان في فرق بينه وبين المعلمين الكذبة، لكن هيقول له: أما أنت فاثبت على ما تعلمت. ففي مصدرين نتعلم منهم تيموساوس. المصدر الأول: عارفا ممن تعلمت. تعلمت من مين؟ مني أنا. فكان في مصدر هو حياة بولس، تعليم بولس وشهادة بولس. لكن أيضا المصدر الثاني كان الأسفار المقدسة أو الكتب المقدسة. فالاثنين دول تيموساوس علموه. وبعدين بيحط في آية 16 الفكرة بتاعت عقيدة الوحي المقدس ومفهوم الوحي في المسيحية. طبعا احنا فاكرين الكلمة اللي هي ثيوبنوستوس لما بيقول all scripture is God breathed inspired، يعني نفخة الله او انفاس الله. فين ثيوبنوستوس؟ وقلنا ثيو جاي من ثيوس الله، نوستوس جاي من نومة اللي هي نفخة أو ريح،
أو زفير. فكلمة الوحي، مفهوم الوحي في العهد في المسيحية يختلف عن أي حاجة تانية، إنه هي كأن الله يتنفس زفرات الله أو أنفاس الله في الكتاب. فالله استخدم رجال قدسين قادهم بالروح القدس، أو زي ما بيقول كده مساقين من الروح القدس، ويتنفس فيهم فكتبوا بدون خطأ، وأصبح ما كتبوا هو بالضبط ما أراد الله أن يكتبوا أن يعلنوا. فالوحي المقدس، فكرة الوحي هي اللي بتعطي لكلمات الكتاب المقدس السلطان. يعني أنا لما حد يسألني طب أنت ليه بتطيع الكتاب المقدس؟ ليه أنت متمسك بالكتاب المقدس؟ لأنه دي كلمة الله، ولأنها وحي من الله، فهي لها سلطان على حياتي وعلى سلوكي وعلى ممارساتي الدينية والعقائدية وحياتي العملية كمان، اللي خليني أطيع، لأنه بقول أنه الكلمة دي كلمة الله. الوحي في المفهوم المسيحي لا يخص الفرد، ما بيخصش بولس، لكن بيخص الكتابة أو يخص الكلمات المكتوبة. في مثلا الإسلام هم بيعتقدوا أنه محمد صاحب وحي، فالوحي بيخص محمد. احنا هنا بنقول انه الوحي يخص الكتاب، الكتاب هو الموحى به، وليس بولس هو الوحي، ولا هو يمتلك الوحي، ولا هو الشخص الذي كل كلامه موحى به، لا. لكن لما كان الله يقوده يكتب وكان بيعطيه بهذا الوحي انه يكتب، فالكلمات التي كتبها بولس كتبها بالوحي. لكن في أوقات تانية لبولس ما كان بيعيش حياة طبيعية وبيتكلم مع الناس، مش كل كلمة قالها بولس كانت وحي، مش كل كلمة قالها أشعيا كانت وحي. لكن ما كتبه أشعيا، ما كتبه بولس، ما كتبه أرميا كان وحيا مقدسا. كمان الوحي المسيحي يختلف في مفهومه عن أي شيء تاني، أنه ليس إملائيا أو بشكل ميكانيكي كده قعدت سكرتيرة قدامك وبتقولها اكتبي اكتب كذا 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 وكتب تايب الكلام ده، لا. يعني في الحالة دي شخصية اللي بيكتب هنا مش موجودة خالص. لا، الوحي المقدس والوحي في المسيحية ما كانش كده. الوحي في المسيحية هو تضافر عظيم جدا ما بين الروح القدس وفكر الله مع الإناء البشري اللي الله كان معده لذلك. عشان كده ألاقي أنه ألفاظه واضحة، ستايل بتاعه واضح، خبرته الشخصية واضحة، أوكي. لكن في نفس الوقت هذه الكلمات هي كلمات الله. فالله بالضبط كده أشرف عليه وعلى مخزون اللغوي وعلى انتقائه للكلمات، بحيث أنه ما كتبه بولس أو كتبه أي شخص من دول كان وحيا مقدسا، يعني كان بالضبط بيكتب إلى الله عايزه بدون ما يجبره وبدون ما يمليه وبدون ما يلغي شخصيته. لكن زي بالضبط كده لما بنقول عشان نفهمها، بنقول المسيح كان إنسانا كاملا وكان إلها كاملا. هذه المعجزة، هذه العظمة، أنه 100% إنسان و100% إله، متحدين بدون انفصال، بدون امتزاج، بدون تغيير. وده نفس الكلام هنا في الوحي المقدس. أما إيه الفايدة من الكلمة المقدسة؟ إيه أهميتها بالنسبة لنا؟ بتعمل إيه؟ بيقول لي الكلمة المقدسة بتعلمنا، نافعة للتعليم، فبترشدني للحقائق الإلهية، بتعرفني الحق. مش ممكن أكون شخص مسيحي وأنا ما أعرفش الكتاب. ليه؟ إنه الكتاب بيعلمني ويفهمني الصح والغلط، ويفهمني فكرة الله، ويفهمني إرادة الله الصالحة المرضية، بيعرفني، بيخلي ذهني يفهم الله. لأن لو ما قريتش الكتاب ما ينفعش، لو ما عنديش فهم بالكتاب ما ينفعش أقول إن أنا لي علاقة بي. هو قال كده إنه حد بيحبني يحفظ وصاياي، لو حد بيحبني يكون عنده كلمة
يحفظ كلماتي. فما ينفعش اقول انا بحب المسيح، ما ينفعش اقول انا بحب ربنا، ما ينفعش اقول انا شخص مسيحي وانا ماليش علاقه بالكتاب المقدس. ده الف ب ملهاش، ما ينفعش فصل. لكن كمان مش بس بيعلم، لكن بيوبخ. يعني ايه يوبخ؟ يعني يبكتك، يعني يقول لي الحته دي غلط، ده مش السلوك اللي كنت منتظره منك، ده مش الفكر اللي كنت منتظره منك، فوت تعمل كذا كذا كذا. بس ايه الفرق بين التوبيخ وبين الشعور بالذنب واللوم واليأس اللي ابليس ممكن يزرعه؟ توبيخ الروح القدس وتوبيخ كلمة الله يقودك للتوبة ويبقى فيه رجاء وشجعك. اما لوم ابليس وشكاية ابليس دايما تقود الى اليأس، ما فيش فائدة، ويقفل لك الدنيا. لا، الكلمة المقدسة وعمل روح القدس لما يوبخ الخاطي يخليه يقوم يتوب، يقول له في غلط بس في رجاء. لكن كمان مش بس بيوبخ ويسيبك، لكن بيقوم، يعني يعدل السلوك، يصلح لك السكة، يغير لك الفكرة، يعمل تغيير جوايا فيقومني. نافع للتأديب أيضا. تأديب هنا مش معنى الضرب، تأديب هنا معناها التربية. التربية معناها صعود الربوة، إنك تربو، بتعلى، بتتدرب إنك تطلع لفوق. فالتأديب أو التربية هي عملية تطوير وتنمية الشخص، أو بيقودني خطوة في خطوة إلى مراحل أعمق أو أعلى في السلوك والعلاقة مع الله. طب وكل ده ليه؟ إيه الهدف منه؟ وبيعمل كل ده عشان إيه؟ عشان يكون إنسان الله، الشخص اللي أخذ الخلاص ده، يكون إنسان كامل. طبعاً مش هتبلغ الكمال 100%، لكن بتسعى أو روح قدس بيسعى بيك نحو الكمال، على قد ما أنت قادر تتجاوب، على قد ما أنت بتطيعه، على قد ما أنت بتطيعه. فعمالي يكملني ويكملني عشان أكون مستعد في كل وقت ومؤهل أني أقوم بأعمال صالحة. طبعا ده بيندرج أو بينطبق على كل مؤمن بشكل خاص جدا، بيركز على الأشخاص اللي عليهم دور في القيادة أو القيادة الروحية بمعنى أدق. ما ينفعش أقول أنا قائد روحي، ما ينفعش أقول أنا راعي عمل أو قائد مجموعة أو بعلم حد وأنا ماليش علاقة بالكلمة، والكلمة ما بتحكمش عليا، والكلمة مش بتنضفني وبتقومني وبتربيني وبتعلمني وبتوبخني. لو أنا ما عنديش هذه العلاقة مع كلمة الله ما ينفعش أعمل أي حاجة، ما ينفعش. محتاج أرجع تاني علشان الكلمة تكون بتربيني وبتكبرني في هذه الحياة. كده نكون خلصنا الجزء بتاع العقائد. في أي سؤال؟ طبعا في حاجات كتير احنا ما مش بنحاول ما نكررش كل مرة الحاجات الموجودة في الرسائل. أي سؤال في اللي فات؟ جاهزين. جاهزين يا فندم. الجزء الأخير هنتكلم عنه هو بعض التعليقات على بعض الأجزاء في الرسالة، ما بين نصائح عملية، ما بين بعض التعليقات اللي بولس عملها في هذه الرسالة بعد ما خلصنا كلام عن العقائد. النصائح العملية بتاعته هي طبعا زي ما كنا بنشوف إنه الرسائل الثلاثة الأخرانيين فيهم جانب عملي أكتر من مجرد النظري أو اللاهوتي النظري. بنشوف إنه بولس بيركز هنا على إنه الخادم محتاج يجتهد، والاجتهاد متعلق بإنه أنت تقيم نفسك مزكى أمام الله من خلال شرحك وتفسيرك لكلمة الله بدقة. ليه بيقول اجتهد؟ وشوفنا انه في النص الانجليزي يمكن جاي بمعنى بذل الجهد في الدراسة، لانه عملية التفسير الحقيقة زي ما شفنا تعلمنا مع بعض السنة اللي فاتت، وزي ما بنحاول نجتهد كلنا
عمليه التفسير مش سهله. في طبعا اجزاء سهله بنعرف نفهمها، لكن في اجزاء تقيله، في اجزاء صعبه، وفي اجزاء صعبه جدا. وعمليه التفسير محتاجه جهد، محتاجه تدقيق، ومحتاجه انه ما فوتش كلمه ولا حرف ولا اداه استفهام ولا preposition ولا الحاجات دي دقيقه جدا. عشان كده ما ينفعش في التفسير نكون بنتعامل بنوع من الخفه، او بنوع من انه اخد النص كده كتله على بعضه وهو قصده يقول كذا. لا، ما ينفعش، لانه الله اختار الفاظ، والله قاد الكاتب انه يكتب بطريقه معينه، باسلوب، بطريقه ادبيه، اذا كان شعر، اذا كان نثر، اذا كان بيكتب بشكل في تصوير او بشكل سرد تاريخي. كل ده عناصر موجوده جوه النص، ما ينفعش اكون بتعامل معاها بهذا الكم من التجاهل. ده اللي بيعملوه ناس كتير. عشان كده في النهايه محصلته من كلمة الله باهتة، وللأسف لاهوته باهت ولاهوته خطأ، وأفكاره معظمها بتكون خطأ. ليه؟ لأنه معتمد على اللي هو عايز يقوله، مش اللي كلمة الله. فهنا لما بيقول اجتهد أن تقيم نفسك مذكر الله، في جهد، في تعب، في وقت بيصرف علشان تعرف تقف قدام النص وتصلي وتصلي وتاخد منه وتدور وتفحص مع كل كلمة. وزي ما تعلمنا بتشوف الأصل اللغوي، بتشوف المعنى، بتشوف القرينة، بتشوف إيه الشبه اللي كده. في شغل كتير. والله بيفرح قوي بالشخص المجتهد في هذا الأمر، لأنه الكتاب بيقول لي كده إنه إنك تقيم نفسك لله مزكى في عملية التفسير وشرح كلمة الله بدقة. الحقيقة أن العمل ده مسؤوليته بتقع على المؤمن، عليك أو عليك. طبعا لا نتجاهل أبدا دور الروح القدس ودور كلمة الله ودور المعونة الإلهية والاستنارة، مش بقول كده خالص، لكن بقول مش هيشتغل ده معاك وانت قاعد كسلان. يعني مش فجأة كده وانت قاعد الروح القدس هيجي يقول لك تفسير الآية كذا، لا مش هيحصل كده. لكن لما تجتهد، لما تبتدي تدخل، لما بتقف في الحتة وانت متحير، يا رب هو ايه ده مش فاهمها، وتفضل تتعارك مع الآية وتصلي عشانها وتصلي، طب انا مش فاهم الحتة دي، صعبة مش فاهمها، بس ما بخطوش الخطوة اني املي على النص رأيي او فهمي او اشكك في النص لان انا مش فاهم. لا استنى، ممكن أكون مش فاهم، ده أمر أكيد. ممكن أكون مش شايف، ده أمر أكيد. لكن الكلمة صح والكتاب صح، أنا مش فاهم، دي مشكلتي. والله أتعامل معها واحدة واحدة، لأنه بيكبرني، بيعلمني. النهاردة كنت بعرف 10%، بكرة هعرف 20%، بعده هعرف 30%، وهكذا. لكن الروح القدس يحب الشخص المجتهد، يحب الإنسان اللي بيقعد قدام كلمة الله كده وعايز يذاكر، عايز يذاكر، عايز يجتهد، وعايز يعرف. اوكي، مش ان انا اسمع، حلو ان انا اسمع، دي مرحلة، لكن فين وقت الدراسة بتاعي مع كلمة الله؟ ده مهم، ده مش الخلوة. اوكي، في وقت الدراسة مع كلمة الله، ايه الكلمة هنا بتقول ايه؟ لازم يكون تفسيرك انت بقى او تفسيرك انت. نشكر رب احنا اتعلمنا ده مع بعض، واكتشفنا انه مش امر يعني مستحيل، تقدر تعمل كده. وفي اجزاء كتير في الكتاب تقدر تشوفها وتقدر تفهمها. ما بقولش ان كل حاجه سهله، بس بقول انه في حاجات كتيره ممكن تكون متاحه، وعندنا تولز وعندنا امكانيات. فالرب يحب المجتهد، وكل ما انت عملت كده، كل ما ده بيديك قدام الله كده تسكيه. النصيحة الثانية العملية، درب قادة للمستقبل. تحت أي ظرف من الظروف لازم يكون القائد أو الخادم أو الكنيسة، مهما كانت التحديات قدامها، لازم يحط نصب عينيه إنه الكرسي اللي هو قاعد فيه ده مش هيدوم،
طول الوقت لي. فلازم أكون ساكي شوية وفاهم كويس قوي أنه عامل الزمن ده مهم. اللي كنت بقدر أعمله من 10 سنين مش قادر أعمله النهاردة وأربعة 14 سنين. خلاص المجهود بتاعي بيقل، الصحة بتاعتي بتقل، التركيز بتاعي بيقل، الجهد بتاعي بيقل. فأعمل إيه؟ استثمر في الناس، استثمر إن أنت تطلع جيل واثنين وثلاثة قدامك، استثمر في إنك تزرع جوه الناس حبهم لكلمة الله، وإنك تزرع جوه الناس الأمانة، وإنك تخلي فيه قادة جداد طالعين، جيل طالع. بنشوف في سفر القضاء لما بيتكلم عن الحالة اللي وصل لها الشعب، الحالة المصرية، يقول لك إيه؟ ظهر جيل لم يعرف ما عمل الرب لإسرائيل، لأن الأباء ما علموش. الديفاكت هنا جاي إنه في حلقة اتكسرت، في لينك ما بين جيل وجيل اتكسر، جيل ما علمش الجيل اللي وراه، فبيطلع الجيل الجديد ده ما يعرفش حاجة. كل اللي بيعرفوه إنه الكنائس عايزة تبسطهم عشان تخليهم جوه الكنيسة بتواجد جسدي، فيلعبوا كورة، يجيب له أفلام ميكي ماوس، يعمل له أي، مش بقول إنه حاجة غلط، مش حرام لعب الكورة ونتفرج على الفيلم، مش حرام، بس بقول هي الكنيسة اتعملت علشان نلعب العيال ولا عشان نطلع جيل يعرف الرب؟ وما احنا لازم نلعبه، حب لعبه، مش بقولك لا، مش بقولك لا، بس النسبة والتناسب. يعني الكنيسة مش معمولة عشان تبقى نادي. بعض الناس عندها فلسفة ما هو لما يلعبوا في وسطينا احسن ما يلعبوا في الحتة اللي بره. اوكي ماشي، انت عايز تجيب الطفل، عايزه تهتم بالناحية البدنية بتاعته، اوكي اهتم بيه، بس فين اهتمامك بيه ككيان حقيقي روحي؟ مش موجود. عارف ليه؟ لانك انت اصلا مش موجود. هو الفكرة هنا فقد الشيء لا يعطيه. انا ما اعرفش الرب يسوع طب هديهولك ازاي، ما اعرفش كلمه الله طب هفهمها لك ازاي. انا كل اللي في بالي ان عايزك تبقى موجود في المربع بتاعي، في المبنى بتاعي، عايز اكبر عدد موجود، فانا بعمل لك اي حاجه انت عايز عشان تبقى موجود. هاكلك، هلعبك، هشربك، هتقصلك، اعمل لك اي حاجه بس تقدر تبقى موجود. بس موجود عشان ايه؟ عشان تمنع حيطان. لو نجحت 10 سنين ولا 15 سنة، العشر سنين وراء مش هتنجح، انك بتجمع ناس جوه حطان. لكن لو بنيت الناس في المسيح هو ده النجاح. اطمن عليهم حتى لو ما عندكش حطان، حتى لو ما فيش مكان يجمعك، لكن انت زرعت كنيسة جوه كل بيت، زرعت كنيسة جوه كل قلب، زرعت انسان مؤمن حقيقي، استثمرت في البشر، استثمرت في البشر. وبكل بساطة ده حتى على قوانين المانجمنت والإدارة والتنمية البشرية، استثمر في الناس. ليه؟ ليه الشركات بتاخد مثلا مدير معين وتفرغه من شغله لمدة 3-4 شهور، تبعته يدرس ويتعلم حاجة جديدة وبتديله فلوس تصرف عليه، لأنه لما هيرجع في الشركة تاني راجع وهو مكتسب خبرات جديدة، دي تنمية البشرية. ما بالك في الحياة مع الله؟ لازم يكون في عندي النوع ده، لازم يكون في عندي الفكر ده، اني استثمر في الافراد وازرع فيهم التعليم. لما اعمل كده هتلاقي انت نفسك شبعت، وانت نفسك بتعمل كده مع غيرك. ليه؟ لانك دقت حاجة محترمة قوية جميلة أثرت فيك، فأنت عايز توديها للناس التانية. بيقول له إيه؟ فتقوى أنت يا ابني بنعمة، صحيح 2 من آية 1-6، بصوا الكلام اللي بيقوله سبب. تقوى أنت يا ابني بنعمة التي في المسيح يسوع، وما سمعت مني بشهود كثيرين أودعوا أناس أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين. فشارك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح يسوع المسيح. ده أول صورة. ليس أحد هو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده. يعني ما ينفعش أنا خلاص داخل المعركة وفيكش أقول معلش استناني أصل رايح أجيب الخضار للمدام، أصل
نسيت حاجة في الشنطة راح أجيبها، لا ما ترتبكش بالحال، أنت مجند خلاص، بقى إنسان مدني، بقى إنسان عسكري مش مدني. ليس أحد هو متجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده. وأيضا إن كان أحد لا يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا، ده صورة اللاعب بتاع ألعاب القوة داخل المباراة بتاعته أو السباق بتاعه، يجاهد مش هتكلم، مش هتاخد المكافأة بتاعتك إلا لو كنت بتتبع قوانين اللعبة مظبوط وكسرتهاش. يجب أن الحراف الذي يتعب اللي قاعد يحرث الأرض ويتعب يشترك هو أولا في الإثمار أو في الأثمار، يعني اللي تعب واجتهد طول الوقت ده عشان يزرع الأرض، ما بيجي بعد 3-4 شهور لما المحصول يطلع بياكل منه، بيشترك بيبقى بيستفيد منه. فمديله أربع ثلاث صور مهمين جدا، صورة الجندي وصورة اللعيب الألعاب القوة وصورة الفلاح. لما بيتكلم على الرياضي أو الكلمة لا يجاهد إلا لم يجاهد، لا يكلل إلا لم يجاهد، يجاهد قانونيا، الحقيقة عشان نفهم الفكرة دي محتاجين نرجع للهيستوريكال باك جراوند أو الخلفية التاريخية بتاعتها. إنه اللي كانوا بيشتركوا في الألعاب الأولمبية زمان ده كان حدث له قيمة شرفية هامة، فمثلا ما كانش ينفع يكون اللي بيتسابق أو بيدخل في المسابقة دي واحد من العبيد، لكن واحد لازم يكون يوناني حر مش عبد، سمعته طيبة في البلد، عنده قوة جسدية وعنده مواصفات اللي ينفع يكون بطل رياضي. فكان في كريتيريا عالية للشخص ده، ما ينفعش أي حد كده يخش، وكان لازم يخضع لتدريبات صارمة جدا لمدة يمكن حوالي 10 أشهر، وكان في هيئة تحكيم بتشرف على هذه التدريبات عشان تأكدوا أن الشخص ده بيتبع قوانين مظبوط واللوائح مظبوط. والحكام دول كانوا ناس في منتهى النزاهة ويشدهم بالشرف والنزاهة والعدل، ولما يدخل المباراة ويلعب لازم برضو ما يكسرش القوانين. عشان كده الفكرة اللي بولس بيقولها، بيقول له وانت بتجتهد وانت ماشي مشوارك عشان تاخد الإكليل بتاعك، لازم مشوارك كله يكون صح، جهادك يكون صح، زي اللاعب ده اللي سايب بيته وسايب أسرته وسايب البلد بتاعته وجاي يتدرب، بيمشي على أكل معين وعلى سيستم صحيان معين وعلى مجهود بدني بينفذه وبيخضع لإشراف، ماشي كل حاجة صح 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 علشان في النهاية يكلف. لكن لو اللاعب ده فقط أي نقطة من النقاط دي مش هياخد إكليله. عشان كده يا تيموساوس وانت بتجتهد اجتهد بشكل قانوني، ما تكسرش قواعد الجهاد. فهنا اللي عايز بولس يركز عليه انه مش بس انك انت تجري، لا، اجري واشتغل بدقة حسب القوانين عشان في النهاية تلاقي إكليل. لأنه في ناس كتير بتجري، في ناس كتير داخلة في وسط الخدمة، في ناس كتير بتقال عليها خدام، بس هيجي في النهاية ويقول كده زي ما رسول يوحنا بيقول في رسالته الأولى صح 2 وآية 28، نخجل منكم عند مجيء وهقف قدامه مكسوف. ليه؟ أصل كنت بتجري عشان نفسك، أصل كنت بتجري علشان تبان، أصل كنت بتجري وانت كاسر قوانين المحبة، كاسر قوانين الحق، كاسر قوانين القداسة، حاجة كتير قوي. يبقى مش هتاخد إكليلك. ليه؟ عشان انت كنت كاسر قوانين الله. ففي انضباط، في جهد، في واحد مركز زي اللاعب ده بيفرغ كل طاقته وكل جهده عشان هدفه يوصل للجائزة. واحنا كمان لو احنا في حياتنا الروحية ما عندناش رؤية كده وعين ثابتة على الهدف وعلى الجائزة، هتلاقي نفسنا عملنا حاجة كتير قوي غلط. فلا، خليك يا تيموساوس، وخلينا احنا كمان زي تيموساوس واضحين وعارفين احنا رايحين فين، ما نقدرش نكسر قوانين ونفتكر نفسنا ان احنا بنخدم. الصفحة الثالث يتكلم عن القدوة الحسنة. القطاع
تقتدي بالقدوة الحسنة. يقول له: أما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري واضطهاداتي وآلامي مثل ما أصابني في أنطاكيا وإيقونية وليسترا. أي اضطهادات احتملت، ومن الجميع أنقذني الرب. اللي بيحصل هنا، بولس بيقول له: أنت شفت الكلام ده كله معاش قدامك في أنا، فأنت شفت كل ده حقيقي في حياة بولس، سواء في تعليمه، في شخصيته، في سلوكه، في الظروف بتاعته، في الحيرة بتاعته، في التعب، في الحياة، في كل شيء، وافد إنقاذ الله بينقذني. عشان كده ببساطة كده تيموساوس: ما عندكش حجة، شفت وعرفت وتعلمت وشفت ده معاش قدام عينك، ففي قدوة انت شفتها. سلوكه بالحق في خدمته: شفتني في تعليمي، انا علمت ايه، شفتني في سيرتي، حياتي وسلوكي وكلامي، شفتني في قصدي، ماذا كنت اقصد من الخدمة، الدوافع بتاعتي، يعني التعليم النظري اللي بقوله، سلوكي العملي، ودوافعي الشخصية. انتم متخيلين النهاردة لو كل قائد أو كل راعي أو كل خادم أو كل خادمة وقف قدام الرب وقدام مخدومين يقول لهم: أنتم شفتوا ده في حياتي، في التعليم اللي أنا علمته، مش بس بالقول، لكن كمان هذا التعليم كان في سيرتي، في سلوكي، في نموذج حياتي، وبالأخص في الأمور المختفية، في الدوافع، قصدي، ماذا كنت أقصد من ذلك؟ الانتجريتي، النزاهة بتاعة الخادم. هي أنا الكلمات دي مرعبة، يعني الكلمات دي بتخلي كل واحد فينا على أن تخلينا أقف كده وبقى واحد يعني مرعوب. يا ترى أنا فعلا كده مع الناس، ومع الناس اللي أنا بقودها، الناس يقدر تشوف فيها هذا الكلام ولا لا؟ في مسيرة حياتي بيقول له كده: شفت إيماني، شفت أناتي، شفت استحمالي وطول بالي وتحملي، شفت محبتي، شفت الصبر بتاعي. يعني كواليتي معاشة، مش معلومات نظرية، لكن شفتها قدام عيني، عشت معايا، ده هو كان بيعيش معايا، فشاف ده، شاف ازاي في الاضطهادات بولس واقف، شاف ازاي في انه السجون بولس مكمل، في الصعوبات عنده ايمان، في الضيقات عنده محبة. شفت ده في احتمالي للمشقات. انا لما بقولك احتمال المشقات، مش بقولها لك وانا قاعد في السرير، طب قولها لك وانا في السلسلة، وانا منتظر السيف اللي ينزل على رقبتي. فشاف اضطهاداته، شاف الالام بتاعته، واي اضطهادات احتملت. لكن كمان شفت يا تيموساوس، الرب انقذني من حاجات كتير قوي. عشان كده ما تخافش، احتمل المشقة، حتى لو وصل الامر ان انت تكون حياتك بتنتهي على زي، ما يجراش حاجة، لانه في حاجة اجمل واعظم واروع الرب وضعها. فالقدوة الحسنة، وكم نفتقر الحقيقة النهاردة الى القدوة الحسنة. عشان كده يمكن تكون كلامنا النهاردة هو مش جديد، بس يمكن يكون رب بيعمل استرس على النقطة دي لحياتنا كلنا، انه ممكن يكون عندي معلومات، ممكن يكون عندي اختبار روحي، لكن الى اي مدى انا قدوة؟ ممكن اكون قدوة لولادي في البيت، ممكن اكون قدوة في شغلي، ممكن اكون قدوة في كنيستي، ممكن اكون قدوة في المجموعة اللي بخدمها او اللي برعاها، حاجات كتيرة، بس على الاقل انا عايش حقيقي، مش عايش وهمي. 4 بيقول له:
كمل المشوار بتاعك، كمل السبق بتاعك، توقفش في نص السكة ما تنشغلش بحاجة، كمل السبق. فإن الآن أسكب سكيبا ووقت الحلال قد حضر، قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، أخيرا قد أول عليك لي البر الذي هبه لي في ذلك اليوم رب الدين العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون زهوره أيضا. الحقيقة لو جيت تبص للنص ده ربما يعني يجي لبالك أو لبالك حاجتين. هو ينفع واحد كده بكل جراءة يقول أنا خلصت كل مشواري صح وشايف الجائزة محطوطة، إكليل محطوط والرب هدهوني؟ ينفع الكلام ده يتقال؟ وهل ينفع يكون روح الله والوحي المقدس يسيب الحتة دي وكأن بولس بيقول عن نفسه هو ده يبقى وحي؟ أو ربما تتساءل وتقول أليس هذا نوع من التكبر؟ أو ربما واحد رابع يقول لي لا بس ده بولس من حقه لأن بولس هي تعب جدا. تعالوا نشوف بعض في الأربع أسئلة دي. لماذا سمح الوحي المقدس أو سمح الروح القدس أن بولس يكتب هذه الشهادة عن نفسه أو يقول الكلام ده عن سيره ذاته ويطلق حكم على نفسه ويدي نفسه الحق أنه هياخد إكليل الحق البر؟ الحقيقة الجزء ده لو بصيت له هتشوف أنه الروح القدس كان بارع جدا أنه يتيح ويسمح بهذه الشهادة الحية الحقيقية من شخص كلنا عارفينه، لكن من خلاله الروح القدس بيرسل رسالة محترمة جدا 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 وواقعية الحقيقة، مش رسالة وهمية أو مش رسالة ثيوريتيكال يعني نظرية. بيقول لي أدي نموذج لشخص عاش. من شوية كان بيقول أول خطاة، أنا أول خطاة مش قادر ينسى اللي كان بيعمله وإن كان مضطهد لكنيسة الله وكان مفتري، وقال عن نفسه أول خطاة إلا الله أنقذه. لكن كمان بيقول إنه الإنجيل أنار ليا الحياة والخلود، وشخص ده عاش بأمانة شديدة جدا وحط كل حياته عند الرب. عشان كده الروح القدس من خلال هذه المنظومة راح ساب المساحة للشهادة النهائية، للتقرير النهائي اللي هو بيديه بس على لسان بولس. بيقول أنا كملت مشواري فإني الآن أسكب سائكيبا، أنا في آخر لحظات عمري، كأنك بتفرغ الإناء خلاص فاضل في آخر جرعة يعني ويخلص. وقت انحلالي قد حضر، خلاص وقت إن أنا أسيب الأرض دي، خلاص الحبل اتفك من رصيف الميناء والسفينة بتاعتي هتنطلق بالسلام. بيبص على مشوار حياته بيقول أنا جهدت الجهاد الحسن، كأن واحد كان في مباراة مثلا بتاعت ملاكمة ولا بتاعت مصارعة وجاهد، عملت كل اللي عليا، أكملت السعي، لو كنت في سبق أنا كملت السبق بتاعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الدين العادل. وخلاص أنا شايف أهو أخيرا أدي الإكليل جاهز ورب يدهوني ورب ده ديان عادل مش 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 بيحابي لحد. طب شكرا يا روح الله، شفنا بولس العظيم، برافو يا بولس ونسقف له. بيطلع واحد كده زي حالاتي يقول لك اه بس ده بولس، هروح انا فين بقى صعلوك وسط الملوك؟ ده بولس حق. بس بص دقه الوحي يعني الجمله الاخيره دي اهم بكتير قوي من كل اللي فات. وليس لي فقط، بصوا بقى، مش ممكن ده يكون كلام بني آدم. وليس لي فقط يعني إكليل البر ده لن يعطى لي أنا فقط، لكن سيعطى لجميع
لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا، ظهور المسيح أيضا. يعني إيه؟ كل واحد بيحب ظهور المسيح هيديله هذا الإكليل. طب ما كلنا عارفين إنه جاي، كلنا بنرنم بنقوله تعالى، يقول لا. عشان تحب ظهور المسيح معناه إنك عشت حياتك. فاكرين المحاضرة اللي فاتت لما كنا نتكلم على تيتوس، إن ظهرت نعمة الله معلمة لنا أن ننكر الفجور والشهوات التي في العالم ونعيش بالتعقب والبر والتقوى، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ربنا يسوع المسيح. اللي شايف وبيحب ظهور المسيح ومنتظر مجيئه، الحقيقة دي بتأثر على كل حياته، فتخلي حياته ماشية بالطريقة اللي بولس قال عليها دي، جهدت الجهد الحسن، بأكمل السعي، بحفظ الإيمان، ماشي صح، بجاهد قانونيا. ليه؟ لأنه الحب والشوق بتاع انتظار مجيء الرب وظهور الرب، وإني هقف قدامه وإني هعطي حسابه كالتي، ده له تأثير شديد جدا على نوعية حياتي وعلى ستايل حياتي وعلى خدمتي وعلى دوافعي وعلى قصدي وعلى احتمالي المشقه. ليه؟ لأني شايف النهاية. فكل حبي، كل أشواقي متعلقة بأنه هو جاي وأنا هقف قدامه. فأنا واخد بالي قوي وبحترس قوي من لحظة الوقوف قدامه لأني بحبه. فكلمة جميع الذين يحبون ظهوره، يعني كل شخص شايف اللحظة دي وبيتأثر على حياته. ده اللي بيقوله يوحنا في رسالته الأولى صح 3 وآية 3، وجميع الذين كل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طهر. اللي بيخلي حياتك هنا، حياتك هنا تمشي بالطريقة الحلوة دي، انك انت منتظر هذه اللحظة. عشان كده الروح القدس بيدينا الجملة الجميلة دي، وليس لي فقط، اوعى تفكر انه عشان بولس، لا ليس في فقط، لكن لجميع الذين يحبون ظهوره هيعطى لهم إكليل البر. فرائع الكتاب ودقة الوحي لما بيسمح بحتة يوريهن كنموذج، وعلى طول يقول لي بس ده مش بولس بس، ده كل واحد بيحب ظهور الرب. خمسة، بيكلمني على أواني الكرامة وأواني الهوان، أو الناس الأمناء والناس الغير أمناء. بيقول له كده في صح 2 آية 20-21، لكن في بيت كبير ليس أنايا من ذهب ولا فضة فقط، بل من خشب وخسف أيضا، تلك الكرامة وهذه الهوان. فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء الكرامة مقدسا نافعا للسيد مستعدا لكل عمل صالح. اللي بيعمله هنا بولس بيقول لك عن الكنيسة بشكل كبير، بقت بيت، هي بيت الله، لكن بقت بيت كبير. شكل الأيام الأخيرة بيقول إنه الكنيسة والناس الدايرة اللي بتقول إحنا مسيحيين أو إحنا بنعترف بالله كبرت، لكن مش كلهم أواني الكرامة، مش كلهم ناس أمنا، مش كلهم بيحافظوا على الحق، مش كلهم عندهم دوافع نقية، وفي ناس بتخش في النص بتعلم تعليم كاذب، وفي ناس مش أمينة، في ناس عندها أطماع شخصية. بيقول خلي بالك بقى عشان تعرف تميز ما بين إناء الكرامة وإناء الهوان، ما بين الطبق بتاع السيرفيس اللي معمول من فضة ولا ذهب ولا حاجة محترمة قوي بياكلوا فيه، ما بين الجردل بتاع اللي بيرموا فيه الزبالة. هذه أواني، دي أواني، ما ينفعش تاكل في الجردل ده، لكن ينفع تاكل في طبق محترم. اللي يقدر يفصل نفسه وينفصل عن هذه التعليم الكاذبة وينفصل عن هذا السلوك السيء، كل من ينقي نفسه ينفصل عن هذه الأكاذيب ويحفظ نفسه أمينا، هذا يطهر نفسه فيصبح إناء الكرامة. ابعد عن المعلمين الكذب، ابعد عن أفكار الخطأ، ابعد عن السكك الغلط، هتلاقي نفسك بهيب إناء الكرامة نافع للسيد. آخر حاجة بيوريله ويشجعه إنه يعلن الكلمة الحق حتى في الظروف الصعبة وفي الأيام الشريرة الأخيرة. صح 4 وآية 2-4 لليلة 4 بقول له كده، اكرس بالكلمة، أعقف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، كل وقت وبخ، انتهر، عز بكل أناة وتعليم،
لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح. هيجي وقت من الناس مش هتستحمل التعليم الصحيح، بل حسب شهوتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم. لكن علشان كل واحد بقى عايز يدور على حد يقول له الكلام اللي هو عايزه، مستحك أذانهم، مستحك مسامعهم، يعني كأنه واحد كده يقول له ايه اهرش لي في ودني. فواحد بيدور على حاجات، حاجه او عايز يسمع حاجه معينه، مش عايز تسمعني تكلمني عن القداسه وعن اجتهد وعن، انا عايز تتكلمني على انه الله يدلعني ويأكلني ويشربني. فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون الى الخرافات. كلمني بقى على مش عارف معجزات وعلى مين كده. طب فين يسوع؟ قولي حاجه كده تفرفشني، قولي حاجه انه هتحصلي معجزه بكره، انا ماشي الاقي شنطه وقعت عليا من فوق من السقف كده فيها 100,000 دولار ولا مليون دولار ولا مش عارف هيحصل لي ايه. قولي حاجات تفرفشني، ما تكلمنيش عن القداسه، ما تكلمنيش عن احتمال المشقات، ما تكلمنيش عن لا لا، خلينا حاجات زي ما بيقول في العهد القديم كده، كلمونا بالنعمات، ما تنقعوش قلبنا، قلنا حاجات حلوه كده. بكله بيقولوا على ملامح الايام الاخيره اللي هيزاد فيها الشر والفجر، ومش بس الناس اللي بره الكنيسه لكن كمان الناس اللي بتدعي انها مسيحيين او مؤمنين لهم صوره تقوى لكن بينكروا قوتها وفعاليتها في حياتهم. الناس دي بتخدع الناس وبتشوف انه كله بيكتب على بعضه، وتلاقي انه الهدف في النهايه بتاع المعلمين الكذبه ده مرتبط بأشياء قبيحة، سواء ربح قبيح أو سلوك لا أخلاق لحلال خلق، وده دايما تلاقيه موجود. هيذكر أسماء أشخاص في كل إصحاح عشان يوضح من خلالهم الشخص الأمين وغير الأمين. فيكلمني في الإصحاح الأول عن واحد اسمه فيجالوس وهرموناجس، اثنين في مقابل واحد اسمه أونيسيفوس. يقول له أنت تعلم هذا أن جميع الذين في آسيا ارتدوا عني، بعدوا عني، سابوني. مش لازم يكونوا سابوا الإيمان، لكن يمكن خافوا من الظروف اللي بيدرسوا فيها فبعدوا، قالوا ما يعرفوش. الذين منهم في جلس وهرموجانس، دول كانوا من ضمن الناس اللي أنكروا جلس أسياء جلس عشان يمكن خوفوا من الاضطهاد وبعدوا عن جلس. لكن يعطي الرب رحمة لبيت أونيسيفوس الذي مرارا كثيرة أراحني ولم يخجل بسلسلتي. في واحد تاني كان أمين، خافش، فضل معاه وسنده، كان بيشجعه ويريحه، ما خافش، لم يخجل ولم يعني يصيبه الخجل والخزي بسبب القيود بتاع بولس. فده كان من ضمن الناس الأمنة اللي ساعد بولس وريحه حتى في ظروف الصعبة. لكن في ناس تانية سابته ومشيت. الإصحاح التاني هيتكلم عن اثنين، واحد اسمه هيمينايس وفيليتوس. دول اللي علموا تعليم كاذب ضد القيامة وقالوا ان القيامة قد صارت، عشان كده بيقول على كلماتهم انها زي الغرغرين تاع كأكلة ويقلبان إيمان القوم. قال له خلي بالك من هذه الأقوال الباطلة الدنسة. هيمينايس اتقال عنه قبل كده في تيموثاوس الأولى صح 21 بالاقتران مع واحد اسمه الإسكندر. يقول كده الذين منهم هيمينايس والإسكندر اللذان أسلمتهما للشيطان لكي يؤدبا حتى لا يجدفا. واضح أن الناس دي كانت بتخطئ أخطاء شديدة لدرجة أنه بولس طردها من الكنيسة. فكرتهم أنه ما فيش قيامة أجساد، ده كان تأثير من الفكر الغنوسي أنه ما فيش قيامة أجساد، وأنه فكر يوناني نفسه بيرفض قيامة الأجساد، فقالوا أنه القيامة هي قيامة روحية، ما فيش حاجة اسمها قيامة أجساد. واللي حدثت ربما حدثت عند معموديتكم، حدثت عند قبول الخلاص whatever، ولكن مفيش حاجة اسمها قيامة أجساد. فبيقول الكلام ده كلام باطل ودنس، كلام بيقلب الإيمان، وكلام عامل زي الغرغرينة اللي بترعى في وسط الناس وتتسبب فيها لهم. لكن القيامة هي دعامة أساسية في الإيمان المسيحي. الصحة الثالث شفنا يانيس ويمبريس اللي هم كانوا أحد سحرة فرعون اللي كانوا بيقاوموا موسى وكانوا بيزيفوا المعجزة، يعني ممكن يعمل حاجة زي المعجزة لكن مش حقيقية، فكان بيخدع الناس من خلال حاجات تبدو وكأنها حقيقية لكنها فعليا كذب مش حقيقي.
الإصحاح الرابع هيذكر اسم واحد اسمه اسكندر النحاس، وده طبعا شفناه في كذا مره، وجه في سفر الاعمال وجه في تيموثاوس الاولى مع كنا بنقراها من شويه صغيرين هنا، هيميناس واسكندر في صح 21. الراجل ده بيقول كده عن بولس انه اسكندر النحاس اظهر لي شرورا كثيره ليجازه الرب حسب اعماله، فاحتفظ منه انت لانه قاوم اقوالنا جدا. واضح انه كان بيعرفوه، عشان كده بقول خلي بالك منه، ما تجيش جنبه الراجل ده، ابعد عنه، ما تخلوش يقرب منه لانه بيقاوم اقوالنا جدا. واضح انه شخص مؤذي، شخص كان ضد بولس وضد تعليم بولس. واضح انه بولس حكم عليه بتأديب كنسي انه يطرد بره الكنيسه، وقال انه يسلم مثل هذا للشيطان او يسلم مثل هذا للشيطان. بنشوف انه ما ينفعش المعلمين الكذبة دول يكونوا يقبلوا، لازم يكون في وقفة صارمة معه زي ما وقف مع الإسكندر. الإصحاح الرابع بيكلموا عن واحد كان من ضمن الجروب بتاع الخدمة لكن خاف ومشي، لما بيكلم عن ديماس الذي أحب العالم الحاضر. كان ديماس واحد من ضمن المجموعة المرافقة لبولس، نلاقيه مع مرقس ومع لوقا ومع تيموثاوس وسيلا وكده. الناس بتستخدم النص ده على ان هو ارتد عن الايمان، لكن واضح انه مش كده، لكن ربما بسبب الظروف والاضطهادات وان بولس كان معرض ان هو طبعا في السجن الاخير كان هيموت فيه، بعض الناس خافت شويه وفضلت انها يعني تكن على جنب شويه عشان ما تتخدش في رجلين وتتقبض عليها وتتبهدل، فيمكن يكون فضل انه ما يخدمش ويسكت شويه ويدارى شويه، عشان كده سماه انه احب العالم الحاضر، تركني واحب العالم الحاضر. لكن لوقا وحده معي هو اللوقا اللي فضل معاه في الاخر. ففي ناس فضلت امينه، في ناس ما كانتش امينه، وده الاسامي اللي متكرره في اربع صحات، علشان في كل مره بيوريني شكل من اوائل الكرامه وشكل من اوائل الهوان. واحد معلم كاذب، واحد شخص بيثبت في الحق، واحد امين واحد مش امين، واحد بيقاوم التعليم ويعمل حاجات مزيفة، واحد تاني كان أمين جدا، واحد ما بيخافش وما بيخافش بسلسلته وريحه، وناس تانية تنكرت لي. أشكال مختلفة من الجوانب العملية اللي موجودة جوه الخدمة والكنيسة. لكن أقول في النهاية إنه الرسالة بتاعتنا بتشجعنا على إنه إزاي نعيش أمنا، إزاي نعيش في ضوء مجيء الرب، وضوء إن أنا هقف قدامه، فتبقى حياتي هنا ماشية بطريقة محترمة بطريقة صحيحة قانونية لكي أكلل أو يكلل جهدي، لأني جهدت بشكل قانوني. أمين؟ أي أسئلة؟